يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب فيك الحب زاد عم العباد خير زاد رمضان يا شهر القرآن فيك أذوب متحمسة قوي 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 وأنا كمان متحمس جدا. يلا بينا نشوف حد يجي معانا. ماشي يلا بينا. هاي هاي مش شايفين كده ورايح على فين؟ رايحين نشوف البيبي. ماما أروح معاك؟ اصبري انا لسه قلت هروح معاهم انا اصبري. طب ما نيجي معاك. انا كنت جاي اخد واحده تيجي معايا. انا فاهم اجي معاكم. طب ام الملاك في قاعده في اوضتها. طيب هروح اخبط عليها اشوفها. هشوف مين انا. ايه ده في دراع في لابسه الفستان ده ليه؟ انت كنت جايباه لما تعرفي البيبي؟ مش مشكله بقى. انا راح دلوقتي اعرف البيبي واشوف هو نوعه ايه وكده واشوف الحاجات دي كده وقلت لا خد كده لو لم يستجي معايا. طب ما تشوفي لميس عشان ما تزعلش. اصلا انا مش قادره اتكلم. انا تعبانه كفايه بقى هموت وعندي برد والحمل في تعبني. خلاص ما اجي معاك انا ونميس. ماشي تعالوا كده كده اصلا ادم جاي معايا. طب هقول لاحمد اجي معاكي. لورا يورا عند الدكتور ليه في حاجه؟ لا تشوف نوع البيبي وكده وهنشوف البيبي لو تعبان وكده انت فاهمني. ايوه لما ماشي روح. طب انا الولاد معايا. ماشي يا بنت. لا بس خدي ما خدي ماية معاكي. لا يا ابني نايم. خدها معاكي ده اول ما تمشي منها هتصحى على طول. طب انا هشيل ماية ولا مروان؟ اديها لميس. لميس مش بتقول اي حاجة. لميس بقى تزعل على فكرة. لا مش هتزعل اديها لها. انت بقيت مستفز. انا نايم وانتوا اقعدوا. هو ده الماما قالت لك اقعد معانا؟ امي لي كده تعليلي مسكي. قالت ده لميس. يلا بينا تيجوا نفتح فيديوز. ايوه بقالنا كتير قوي او ما صورناش فيديو حرفيا صح. بجد ده احنا تعبانين كلنا عندنا برد هنصور ازاي؟ بقالنا اكتر من 5 ايام او 6 ايام ما صورناش. مش انتوا قاعدين بتلعبوا لنا لازم ما نصورش. خلاص يلا. هلا بمولانا ايه الحلوين. النهاردة نزلكوا فيديو جديد. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن هنشوف جنس البيبي بتاع يورو. وقبل ما نكمل الفيديو سيبوا لايك والشير سبسكرايب للقناة واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد من بحب ننزله. يا جماعة الفترة دي بجد المشاهدة بقت وحشة جدا يا جماعة قسما بالله. فيلا عادي هنكمل مشوارنا. وقولنا في الكومنت افكار فيديوهات نعملها كل فترة الجاية وكده. اوكي ولو عايزين نقول لكم يوم الوقفة قولوا لنا برضو عشان خلاص هيرت هي يوم الوقفة. يا جماعة النهاردة 29 رمضان. رمضان طار يا لهوي قسم بالله. كنت عايزة يا جماعة عايزين نقول لكم يوم الوقفة قولوا لنا يوم العيد وكده قولوا لنا في الكومنت تحت على طول. يلا يا جماعة نمشي بقى. احنا هنروح فين ونجي لكم في المستشفى. باي. كنا المستشفى عادي طبعا كنا يا جماعة هتولد. انا حاسه ان عاملها كانها داخله تولد. عارفه انك لسه في الشهر الشايفه ده السابع هيمشي في ثانيه والثامن والتاسع وفي ثانيه. الحياه بنتي سريعه سريعه. لو فيها 10 و11 و12 لو وافق خالص مش هفضل عايشه بالكرسي ده. لا مش لا هو ينتل شويه بس انا لا انا خايف ان انا مقرره بعد ما اولد هغير تسريحه شعري دي تماما
وهعمل رجيم عشان بطيختي دي. ان شاء الله ان شاء الله زي ما احنا كنا بنقول برضه. يا ربي بقالنا اكتر من ساعة قاعدين نفس القعدة المستفزة دي ازاي. مش دورك بقى يا حبيبتي، استني تشوفي دورك. ما كنتوا سهلت لكم الدنيا ودخلتي كمان كل حاجة زي بالتلفون. قلتلك واحنا هتفضلي تقولي قلتلك وقلتلها والله يا عم شغلتوا تقوموا ماشي. شوفي جوزك واطي يرد عليك هاجي وانا حامل كده المشوار ده كله مش هلاقي تاكسي. اخسى عليكي ايضا. ده باول ما اجيب البنت مش هخليك تشيلها ولا اي حاجه، بجيب الدود ده ولا ايه دي بنت ولا ولد. ما شاء الله هي قالت بنت يبقى هي بنت ان شاء الله يعني. بنت بقى ولد بنت بنت ولد انا الحمد لله راضي. احسن يا ريت يبقوا ميجويز. تفهم ميجويز يعني ايه؟ اتنين عشان ما تجيبش تاني. يا ربي صبرني على ما ابتلتني. يا رب حد يخرج وانت بيقول لنا بقى تخريب احسن عامل جنبك من كتر البرود اللي انا فيه عايز اولد. ده هي واحده بره هي اخر واحده ادخلها. ايوه يلا بقى اصل انا بجد متضايقه قوي وعايزه امشي. تمام. لما يكون يا اختي على وش ولادها بتولد الناس ازاي؟ اديني الصبر من عندك يا حبيبي. يا رب الدكتورة سالي عايزة حضرك. اوكي بس مينفعش كلكوا تخشوا كده. هي انت بتاخدي واحدة معاكي بس. اوكي بس مينفعش كلكوا تخشوا كده. هي انت بتاخدي واحدة معاكي بس. اوكي يلا انت تعالى معايا. احنا رد السباك وايدة امسكي انا عايزة معاكو عشان هقول للدكتور حاجة. هاي دكتور. هاي انا علقت. هاي لميس كيفك؟ الحمد لله يا دكتورة سالي. مال ايه ده يا عرفتك الجاية؟ عرفتي. مال ما قلتليش ليه كنت خليتك اني مشيت الاولى. ربنا يخليك والله يا دكتور. كنت عايزه اقول لك حاجه. ايه؟ طبعا انت هتشوفي البيبي وكده فهتعرفي نوعه صح؟ فممكن تقولي لي على السر ما تقولي لهم يعني. ماشي فهمتك. عشان تعملوا جنس بولد وكده. اوكي باي. عايز حاجه؟ ربنا يقومك بالسلام. يا ربي الله لا يوفقك يا لميس. الله لا يوفقك يعني. عايزاني يعني كنت تعرفوا يعني احنا برضو لازم احنا اللي نعرف عشان دايما الجنس المولود. لا احنا نعرف ولو بيبي بنت او ولد نحطه باي. طبعا في الحاجات بتاعتي ما شاء الله البيبي قمر قوي. طب دكتور ممكن تقولي لي نوع ايه؟ مش هينفع هو اسمعكوا دقات قلبه. ايوه يا ريت بجد انا متحمسين قوي. اوكي انا هخرج انا بقى وانت اسمعوا دقات قلبه براحتكم. يا الله دقات قلبه كتير بجد. لحظة حنان عرفنا بقى نوع البيبي. تمام. فبس باي يعني هما مش يعرفوا ان هما يختموا معاكم ان هما بيسمعوا دقات ابنهم او بنتهم. فشعور حلو قوي. بس باي ما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك وتابعونا. بس باي بحبكم. مش هيعدي علينا رمضان.